بمشاركة 129 مشروعا هندسيا في مختلف المجالات العلمية. انطلق معرض التصميم الهندسي في دورته 30 لطلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت. المعرض افتتحه وزير الإسكان ياسر أبول، الذي دعا إلى ضرورة استثمار المشروعات في المجالات الهندسية المهمة التي تحتاجها البلاد. 129 مشروعا هندسيا في مختلف المجالات العلمية انضموا تحت سقف معرض التصميم الهندسي الذي تقيمه جامعة الكويت لطلبة كلية الهندسة والبترول في نسخته 30. المعرض العلمي افتتحه وزير الإسكان ياسر أبول، الذي أكد أهمية استثمار وتطبيق المشاريع العلمية بشكل أمثل لخدمة العديد من المجالات الهندسية التي تحتاجها البلاد. استقطاب الكفاءات المطلوبة أيضا لخلق المدن الحديثة إن شاء الله في الإسكان، فهذه أيضا في خطة داخلية بالنسبة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان قاعد نعمل عليها إن شاء الله، وراح ترى النور قريبا إن شاء الله من خلال مراكز التدريب ويعني الخطط اللي راح ترفع من مستوى الموظفين المؤسسة والبنك. ويهدف المعرض الذي يتجاوز عدد الطلاب المشاركين فيه نحو 500 طالب وطالبة إلى تقوية قدرات الطالب، فضلا عن إظهار الجانب المهني للطلبة. نتمنى إن شاء الله مزيد من الإنجازات لطلابنا في الحياة العملية بعد انتهائكم من الدراسة، لما تستلمون مناصبكم وأماكنكم في البلد نأمل أن يستمر هذا الإنجاز وهذه الروح الموجودة عندكم الآن. ويتيح المعرض فرصة للطلبة لعرض أفكارهم على الجهات المختصة في محاولة لتبنيها وتطبيقها عمليا، فيما تبحث بعض المشاريع حلولا علمية لحوادث الطرق وما تسببه من وفيات بسبب الرمال المتحركة.